the light to my face. Hey, Sama. This is your hand. I told you it's on me. Who are you? Look at me. You are... Oh my God, you are colorful too. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نصوب معكم واحد الكيكة نتاع المول العجيب، إن شاء الله بقوا معنا حتى آخر الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجوا 4 نتاع البيضات وكاس مملوء من السكر، هنا كنحسبوا بكاس العنبة اللي ما عندوش العبار. هنايا كنحتاجوا كاس الا ربع نتاع الزيت، كذلك كنحتاجوا كاس نتاع الحليب بحراره المطبخ، وكذلك جوج معالق كبار نتاع الكاكاو وملعقه صغيره نتاع الفاني و7 غرام من خميره الحلويات او بيكربونات باودر. انا هنايا كنشري هذه نتاع ليدل، نتوما الا كانت عندكم الشاصيه راها مكتوبه عندكم بالغرام. كذلك كنديروا واحد المعلقه كبيره نتاع الخل، كذلك كنحتاجو جوج كيسان ونصف من دقيق الحلويات، انا عبرت بنفس الكاس، انتوما اذا كان عندكم كاس العنبة راه يشبه له يعني نفس الكاس. على بركة الله نبداو. كنجيبو واحد البول اللي غادي نديرو فيه المكونات ديالنا، وكما شفتوا معايا يعني في اول فيديو ان هذه الكيكه اللي صوبناها كانت يعني بمناسبه عيد الميلاد نتاع الصديقه نتاع البنت ديالي، اللي هي في الاصل يعني الام ديالها صديقه ديالي كذلك، اللي كانت ديجا حضرت معايا يعني في واحد الفيديو اللي كان تاع سلو. نتمنى اللي ما شافش هذاك الفيديو نتاع سلو يمشي يشوفه كذلك. وصدقت يعني هاد الكيكه هي اللي دارت فيها الشمع، حنا ما عرفناش باللي يعني ما خداولهاش كيكه اللي الكيكه الكبيره يعني نتاع عيد الميلاد، وهي اللي دارت فيها الشمع كما شفتوا معايا يعني في الاول اول فيديو. صافي، ويعني كانت واحد الفرحه نتاع ديك البنت الصغيره يعني ما كتوصفش، مجرد يعني شيء بسيط جدا كتفرحي شي واحد. وانا يعني ما عرفتش، كون في الاول عرفت باللي ما دايرين لهاش يعني كيكه تاع عيد الميلاد، يعني كون صوبت لها يعني كيكه اللي كتكون كبيره ويعني نتاع عيد الميلاد، يعني هذه هي مجرد كيكه بسيطه. صافي كما شفتوا معايا نمشيو نكملوا الشغل ديالنا. صافي درنا الطحين مع الكاكاو وغادي نغربلو الكل. هنا راه ما بالكمش درت الخماره، كذلك ما بالكمش المعلقه نتاع الخل، ولكن راه ديجا قلتها لكم في اول فيديو. صافي غادي نغربلو الطحين ديالنا وغادي نكونو مشعلين على الفران ديالنا. درتها على 180 درجة، ومن كان ندخلها للفران كنقصلها شوية باش طيب على خاطرها، وهي ما كتاخدش يعني الوقت بزاف. هاد الكيكة كتكون خفيفة، مجرد يعني 25 دقيقة حتى نصف ساعة كتكون طايبة. صافي غادي نخلطو وغادي ندهنو المول ديالنا بالزبدة. انا يا هنا يا هاد المول دهنتو بالزبدة، ولكن كيبان ليا بلي كيلصق يعني، واخا هذا مخدوم يعني بالجرانيت. مرة اخرى ان شاء الله نديرلو الزبدة والطحين، لان يبان لي بحال لي لصق شويه. واخا خليته يعني برد، يعني خليتها بردت شويه الكيكه، عاد
حيتها. كما كتشوفوا معايا غادي ندهنو غير بالزبده، وانتوما قولوا لي اللي عنده نفس هذا المول يعني شنو، واش كيدهنوا بالزبده والطحين ولا كيديروا غير الزبده ولا كيخليه هكاك. صافي غادي نكبوا الكيكه ديالنا في المول، غادي نطلعوا يدينا للفوق هكذا باش يعني تسرح على كامل الجوانب وكتاخذ الشكل ديالها نتاع هذا المول. صافي غادي نديروها في الفرن طيب ونرجع عندكم من بعد. هنا من بعد ما درناها في الفران غادي نمشيو نصاوبو عفوا السيرو اللي غادي نسقي به الكيكه. هنا عندي كاس نتاع العنبه من الماء، ونصف كاس من السكر، وملعقه كبيره القهوه سريعه الذوبان، وملعقه من الفانيلا. غادي نطيبهم مزيان، نخليهم يطيبوا مزيان، وغادي نسقي بهم الكيكه من بعد ما نخرجها بالفران. كما شفتوا معايا الكيكه ها هي طابت، جات يعني زوينه. غادي نخليها كما قلت لكم في الاول واحد شويه غير باش تدفى، واحد شويه عاد نحيدها. وغادي نمشيو نصاوبو دابا الصوص نتاع الشكلاط اللي غادي نديروها بالداخل نتاع الكيكه ديالنا. كنحتاجو هنايا جوج معالق نتاع الكاكاو، وجوج معالق نتاع السكر سنيده، كذلك كنحتاجو كاس نتاع الحليب، وملعقه من طحين الذره او مايزينا. غادي نخلطوهم هكا وهما باردين باش ما يتكونوناش هذوك الكريات. غادي نخلطو مزيان، عاد غادي نديرو على البوطه. بقاو معنا حتى اخر الفيديو باش نشوفو التفاصيل. هنا من بعد ما الكيكه ديالنا حيدناها ودرناها في واحد الشبكه، غادي نسقيها بهذاك السيرو اللي قلت لكم صاوبته بالقهوه. هنايا الا كانت الكيكه ديالكم سخونه ديروا لها السيرو كيكون بارد، او العكس الا خليتو يعني الكيكه ديالكم بردت السيرو خصو يكون سخون، يعني كما كنديروا البسبوسه او اي كيكه. اللي ما بغاش يسقيها يعني ما يسقيهاش، ولكن كما كتعرفوا الكيكه نتاع الشوكولات تجي شويه ناشفه، يعني ضروري ما نسقيوها. صافي غادي نديروا الصوص ديالنا على البوطه، غادي ما نحيدوش يدينا بالتحراك حتى يقصح لنا الخليط ديالنا، ويعني ورا كل واحد يعرف يصاوب هالصوص من السهل ما يكون. يعني واحد الا تبع غير جميع الخطوات راه غادي يصدق له، غير هو يبقى يحرك ما يحيدش يدو هكا باش ما يتلصق ليش في القاع ويجي محروق. صافي غادي نستمروا حتى يوجد لنا الصوص. من بعد ما وجدنا الصوص، انا هنايا زدت واحد جوج معلقات كبار من الشكلاط نتاع الدهن او ناتيلا، يعني اي نوع نتاع الشكلاط عندكم. وهنا ديجا راني طفيت البوطه، غادي نخلط هذيك الشكلاط مع هذاك الشكلاط الاخر، وغادي نحركو هكا حتى يتجانس ويدوب الشكلاط في الحراره نتاع الصوص ديالنا. صافي غادي من بعد ما خلينا الكيكه ديالنا كتشرب هذاك السيرو نتاع القهوه، غادي نكبو الشوكولات في وسط الكيكه. بقاو معنا باش نشوفو كل المراحل. كيما شفتو معايا الكيكه ديالنا تشربت هذاك السيرو نتاع القهوه، وهنا من بعد انا درت لها شويه نتاع الكاكاو في الجناب هكذا باش يعني تعطي واحد المنظر احسن. وانتم الا بغيتوا تخليوها غير هكاك ما كان مشكل، او بغيتوا تدهنوها بالشوكولات هي في الجناب حتى هي كذلك كتجي زوينه، ولكن انا خليتها هكاك درت لها غير هاد الكاكاو باش كتجي
باينه، لان هي اصلا يعني راها الشكل ديالها زوين. صافي غادي نكملو هكذا ونديرو الشوكولات ديالنا في الوسط، وغادي نخليوها تبرد واحد شويه ونحشيوها في الفريجيدان، من بعد عاد غادي نزوقوها. صافي هنايا من بعد ما بردت لنا واحد شويه، غادي دابا نديروا لها الديزاين ديالها. هنايا قالت لي الابنه ديالي غادي خصنا نكتبوا فيها ميلاد سعيد، انا غادي نكتبوا ليها بالانجليزيه، غادي ندير لها هابي بيرثداي. من بعد ما غادي نسالي هاد الدوره اللي درت فيها سبرينكل، هنا اختاريت الكولور الاخضر والاصفر اللي كيتواتى مع الشوكولات ويجي باين. كما كتشوفوا ليديا ديال اسراء بغات تصاوب معايا، بغات دير هاد الدين تاع السمك، قلت لها يعني خلي حتى الاخير، وهي فرحانه وعاجبها الحال لان غادي تاخذ الكيكه الصديقه ديالها. صافي غادي نكتبوا هابي بيرثداي بهاد الحلوات الصغيرين، هاد سبرينكل كيكونوا هكا في القراعي كيتباعوا في ليدل، كيجيو يعني زويني المنظر ديالهم. صافي الى هنا ينتهي الفيديو، شكرا جزيلا على المشاهدة. الى عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالبارتاج واللايك، والى كنتو باقي جداد ديروا لنا ابوني. اتمنى لكم يعني التوفيق للجميع. شكرا جزيلا، إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.